السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلة الحلقات اللي احنا مخصصينها للشركة. في الحلقة السابقة تكلمنا على لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، شرحنا ان الشركة كيكون عندها عدة انشطة وانها خاص يكون عندها استراتيجية وخاصة تعرف شنو الانشطة اللي خاصها تحتفظ بها وشنو الانشطة اللي خاصها تطورها، وفي نفس الوقت خاصها تعرف شنو هي ديك الموارد اللي عندها كيفاش تقسمها على الانشطة اللي عندها. اليوم كان السؤال غادي نجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في الحلقه السابقه، وهو كيفاش ممكن ان الشركه تحدد هاد لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، كيفاش ممكن تعرف هاد النشاط، هل هو يجب التخلي عنه او يجب تطويره او يجب المحافظه عليه. اذا في هالاطار السؤال ممكن يكون بهذه الطريقه ممكن يكون صعب، ولكن كاينين ناس مختصة اللي فكرات في الموضوع. كاين واحد لو جروب في امريكا سميتو لو بوستون كونسلتين جروب، اللي قرر يطور واحد لو موديل او واحد الطريقه اللي تساعد الشركات في هذه العمليه. هذه هاد لو بوستون كونسلتين جروب طور واحد سكون ابل لا ماتريس بي سي جي. بي سي جي على الاسم ديالو اللي هو بوستون كونسلتين جروب بي سي جي. دونك هاد لا ماتريس اشنو كدير؟ كتاخد السوق. احنا قلنا ان الشركه ايفولوي دون ان مارشي، يعني كتشتغل في واحد السوق. اذا هاد لا ماتريس كنعتمدوا فيها على السوق. اش كنمشيو نشوفو هنا؟ احنا كنشوفو هاد السوق ديالنا، شحال النسبه ديالي انا من هاد السوق بالنسبه للنشاط ا والنشاط اكس، وكنشوف في نفس الوقت هذاك السوق واش كيتطور او لا، نسبة التطور ديالو قليلة او لا بالعكس كيتراجع. يعني مثلا نرجعو توجور ليكزامبل ديالنا، لو دومين ديال ليبيلاسيون بلاسيغ، غادي نشوف مثلا هاد ليبيلاسيون بلاسيغ واش شحال النسبة ديالي انا في ليبيلاسيون بلاسيغ في مدينة المحمدية. مثلا شحال الناس اللي كيجيو عندي من كاع لي صالون اللي كيبغيو يديرو ليبيلاسيون، شحال انا النسبة ديالي في لو مارشي. داكوغ، في نفس الوقت غادي نشوف هاد السوق ديال ليبيلاسيون بلاسيغ واش كيتطور اولا كيقلال، واش هاد الطلب على هاد النوع ديال ليبيلاسيون كيتطور في المدينه اولا نسبه التطور ديالو قليله اولا ما كيتطورش بالعكس كيتراجع. اذا عندي هاد لي دو اكس، لا بار دو مارشي و لو تو دو كواسونس. الا كانت لا بار دو مارشي عاليه، النسبه ديالي عاليه، وفي نفس الوقت لو طو دو كواسونس يعني هذاك السوق كيتطور، كيكون لو برودوي اولا لاكتيفيتي ديالنا كتكون اون ستار، نجمه ديما كتكون فوق، عاليه، مضيئه، دونك كلشي مزيان. النجمه شنو لا استراتيجي اللي خاصني ندير معاها؟ هي انني خاصني نطور هذيك لاكتيفيتي، لان عندي نسبه، يعني انا معروف وعندي تواجد وكنربح الفلوس من هاد لاكتيفيتي، ومازال السوق كيتطور، يعني مازال نقدر نطور اونكور اي اونكور هذيك لاكتيفيتي ديالي. دونك هذا لا ستار. في حاله الا كان عندي النسبه ديال لو مارشي، لا بار دو مارشي ديالي كبيره، يعني معروفه انا في الميدان وعندي لي كليونت ديالي اكسيتيرا، ولكن لا دوموند على هذاك لو برودوي ولا هذيك لاكتيفيتي غاديه كتقلال، ماشي بالنسبه ليا انا ولكن بصفه عامه في السوق. يعني مثلا ليبيلاسيون في مدينه المحمديه لو طو دو كرواسونس ديال هاد لاكتيفيتي قليل. هاد الحاله الشركه ديالي اش غادي تكون؟ غادي تكون اولا النشاط ديالي، ماشي الشركه، النشاط ديال الشركه في هاد الميدان غادي يكون اون فاشالي، البقره الحلوب. علاش البقره الحلوب؟ لان البقره الحلوب كناخذ منها الحليب كل نهار، يعني كنستافد منها. اذا نفس الشيء في هاد الحاله، انا عندي اون غوس بار دو مارشي، واخا لو مارشي ما كيفوليوش انا ما عندي ديجا لي كليون ديالي، دونك خاصني نستافد منه او ماكسيموم. غادي نستافد منه قدر المستطاع باش بحال غادي نحلب هذيك البقره او ماكسيموم. دونك هاد لاكتيفيتي اشنو خاصني ندير؟ واش خاصني نطورها ولا نتخلى عليها ولا نحافظ عليها؟ هاد لاكتيفيتي خاصني نحافظ عليها، جو دو لا مانتينير. علاش؟ لان باش نطور اون اكتيفيتي خاص يكون هذاك لو مارشي كيكبر، ولكن انا لو مارشي عندي اصلا ولا ساتوري، ما بقاش كيت ايفولوي، ولكن انا عندي اون بار فيه زوينه، دونك خاصني نحاول قدر المستطاع نخرج منها جميع الارباح اللي ممكنه قبل ما هذاك لو مارشي كاع يحيد. يعني مثلا ديك لابيلاسيون على سير واحد النهار تقدر تحيد كامل،
قبل ما تحيد كارمون خاصني نحقق ان ماكسيموم ديال الارباح. انا يعني مازال كنجيب ديال الارباح بوغ لو مومون دونك جو دوا لا مانتينير، ولكن في نفس الوقت ما غاديش انفيستي فيها بلوس كو سا باش نرجعها اون une stratégie li غادي je dois développer parce que le marché déjà ما بقاش كي ايفولوي. داكور في الحاله الا كان لا النسبه ديال لو مارشي ديالي قليله ولكن لو مارشي اي ايفولوي، يعني انا ما معروفاش بزاف، ما معروفاش مثلا انا كندير ليبيلاسيون بلو لازير، هاد ليبيلاسيون بلو لازير ما عنديش لي كليونت بزاف او لي كليون بزاف اللي كيجيو يديروها، النسبه ديالي في السوق قليله منها، ولكن في نفس الوقت هاد ليبيلاسيون او لازير عندها نسب تطور مهمه، يعني كنشوفوا انها شهر على شهر وسنه على سنه كيزاد عليها الطلب، يعني السوق مازال غادي يكبر. اذا في هاد الحاله كيكون لاكتيفيتي ديالي اون ابيل سا ان ديليم، ان ديليم. هاد الديليم شنو خاصني ندير؟ الا عندي لي مويان فينانسي، عندي الموارد الماديه والبشريه، خاصني نانفيستي نستثمر باش انا نتطور مع هاد لو مارشي ونزيد النسبه ديالي، حتى ممكن نزيد النسبه ديالي لا بار دو مارشي ديالي تكبر، وفي نفس الوقت السوق حتى هو كيكبر. دونك عندي فريمون دو غروند بوسيبيليتي ديفولوشن خاص يكون عندي، ولكن خاص يكون عندي الموارد باش نقدر انت انا حتى السوق غادي يكون كيمشي بزاف المنافسين، خاص يكون عندي الموارد باش نقدر هاد النشاط نطور. داكور بالنسبه للشركه او للنشاط اللي كيكون انا لا بار دو مارشي ديالي قليله فيه والسوق كذلك ما كيتطورش فيه، يعني مثلا لو ماساج هي لاحظت ان ما كاينش طلب على لو ماساج وهي النسبه ديالها قليله، الناس اللي كيجيو يديروا ان ماساج قليله، في نفس الوقت هذاك السوق تاع لو ماساج اصلا ما بقاش عليه الطلب، حتى واحد ما كيبغي يجي يدير لو ماساج، وهذاك السوق تاع لو ماساج ما كاينش عليه الطلب. دونك النسبة ديالي قليلة و لو طو دو كواسونس يعني نسبة تطور السوق كذلك قليلة، هاد الحالة كنكون في لو بوا مور أو لا النقط الميتة أو الأوزان الميتة. هاد النقط الميتة يعني أن الشركة ما خاصهاش تستثمر في هاد الدومين لأنها غادي غير تخسر فيه، ما عندهاش القدرة أنها تطوره لأنها النسبة ديالها قليلة والسوق ما كيتطورش، دونك ما كتربحش منه دابا وما غاديش يتطور باش تقدر تربح منه من بعد. دونك هاد لاكتيفيتي ما غاديش تكون نشاط استراتيجي بالنسبه للشركه وخاصها تتخلى عليه. كنتمنى اننا نكونوا فهمنا المعنى ديال لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك. غادي نحاول في حلقات مقبله انني نعطيكم دي زيكزيرسيس ونشوفوا نحاولوا نطبقوهم، ونتلاقاو في الحلقه المقبله باذن الله. الى اللقاء.